أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حييكم بتحية الإسلام مباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، ونحن معكم في برنامجكم قضايا إسلامية في هذا اللقاء الطيب المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يكون مجلس علم ترتفع به المكانة عند الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحفها الملائكة وتخشاها الرحمة ويذكركم الله في من عنده. بها يتفقه الإنسان من كتاب الله عز وجل ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتفقه في هذا الدين ليذكر نفسه بأحكام الله وليذكر أهله كذلك. ونحن معكم في برنامجكم قضايا إسلامية، نستضيف فضيلة الشيخ عمار البدوي مفتي محافظة الكرم. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ عمار. أهلا. فضيلة الشيخ عمار، يعني في هذه الفترة بالذات، وهذا هو موسم الشتاء، ونسأل الله عز وجل أن تكون سقيا رحمة لا سقيا عذاب. من إخواننا طبعا يكثر السؤال خاصة في موضوع الجمع بين الصلاتين، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. إنسان بعض المصلين مثلا دخل المسجد فوجدهم قد أتموا الصلاة، صلاة الجمع، يعني أدرك أنه الإمام قد جمع أتموا صلاة، ماذا يفعل؟ هل يجمع منفردا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الجمع بين الصلاتين رخصة من الرخص الشرعية التي اتصفت بها هذا الدين من رفع الحرج عن العباد، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والجمع بين الصلاتين يكون إذا وجد العذر، فإذا وجد العذر المبيح للجمع صح الجمع. والأعذار المبيحة للجمع منها السفر، منها المرض، منها أيضا المطر والبرد الشديد. فإذا وجد العذر جاز الجمع بغض النظر عن كون الصلاة صلاة جماعة أو كانت صلاة فردية. فهذا الأخ الكريم الذي جاء إلى المسجد وجد الإمام قد جمع بين الصلاتين، فيجوز له أن يجمع ما دام منفردا، ما دام العذر كان موجودا. فالذي أباح الجمع هو العذر وليس الجماعة أو الفردية، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ عمار، بعدما يتم الجمع، يعني أحيانا مثلا يجمع الإنسان أو الجماعة سواء كان في المسجد، وبعدما يجمع الظهر مع العصر مثلا أو المغرب مع العشاء، يزول عذر الجمع. بزوال هذا العذر هل يؤثر على الجمع؟ العذر الذي يبيح الجمع هو أن يكون العذر موجودا حال بداية الجمع. يعني إحنا جمعنا بين المغرب والعشاء مثلا وكانت الدنيا مطر، فالذي أباح لنا الجمع هو وجود المطر. فإذا وجد العذر أبيح الجمع. الآن بعد ما جمعنا وخلصنا أصحت الدنيا ولا توقفت على المطر، فهذا لا يضر، لأن الجمع عند وقوعه وقع صحيحا، ولأن العذر كان موجودا. وارتفاع العذر بعد حصول الجمع لا يؤثر على صحة الصلاة، وتبقى الصلاة صحيحة لأنها وقعت صحيحة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. كذلك فضيلة الشيخ عمار، إنسان دخل المسجد وفوجدهم قد دخلوا أو بدأوا بدخول في صلاة العصر، جمع الظهر مع العصر، قد أتموا صلاة الظهر، الآن شرع الإمام في صلاة العصر، هذا الداخل المسجد أو المسبوق في صلاته ماذا عليه أن يفعل؟ المسبوق في الصلاة عليه أن يصلي الصلاة الأولى أولا، يعني راح الجامع يقيم بجمع المغرب والعشاء، فهو يبدأ بصلاة المغرب، منو المغرب ولو كان الإمام يصلي العشاء، فلا بد من ترتيب الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة مرتبة وقال في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو الآن دخل إلى المسجد وجدهم بجمع المغرب والعشاء مثلا، فينوي المغرب أولا، فإذا كان الإمام يصلي العشاء في الركعة الثالثة يجلس وينوي المفارقة، أو يجلس وينتظر الإمام حتى يتم ويسلم مع الإمام. المهم عليه أن يبدأ بالصلاة الأولى وليس بالصلاة الثانية، سواء كان الظهر مع عصر أو كانت مغرب مع عشاء، والله تعالى. جزاك الله خيرا. في معنى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز الإمام يا شيخ في خطبة صلاة الجمعة أن الخطبة تكون 5 دقائق؟ هذا الحكي جائز عن صلاة الجمعة الخطبة 5 دقائق من ناحية شرعية جائز أم غير جائز؟ وهل يجوز الصلاة من دون إقامتها؟ وهل يجوز الواحد يصلي وهو بأذن الفرض؟ جزاك الله خير. حياكم الله بارك فيك. إيه فضيلة الشيخ عمار، بالنسبة لطول الخطبة أو قصر الخطبة كما سأل؟ يعني 5 دقائق تعتبر قصيرة جدا، وعلى الخطيب أن يعلم أن هذا الجمع الذي أمامه هو مرة في الأسبوع، يعني إذا مرة في الأسبوع مش بتحملين ربع ساعة، شو الصلاة هذه؟ هذه صلاة عبادة، وينبغي على الإمام والخطيب أن يعطي الصلاة حقها وأن يعطي الخطبة حقها، يعني 5 دقائق يعني مهزلة بتصير، يعني هو إذا هم يعني زوران بصلاة الجمعة وما اللي بحاله الواحد عشان بس 5 دقائق ويروح، يعني هذا الكلام يتنافى مع مقصود الخطبة. وصحيح يمكن الخطبة إذا كانت طويلة قد تؤثر، أن يكون إنسان في حال وسط، أما 5 دقائق هاي فهذه يعني ليست خطبة، على الخطيب أن يكون جادا في خطبته، بمعنى الجاد أنه ما يجعل مسائل الدين مهزلة بين الناس ومحل سخرية وتندر بال5 دقائق و5 دقائق و3 دقائق كلمتين ومع السلامة. كان ما بيعرف يخطب يعتذر عن خطابه ويقدم من هو جدير بأن يعتلي المنبر ليذكر الناس ويعلم الناس. نعود إلى الأسف، معنا اتصال إن شاء الله. السلام عليكم. ورحمة الله. شيخ بدي أسأل بالنسبة للنساء موضوع الجمع معاهم كيف؟ يعني هل يجوز للمرأة أنها تجمع في البيت؟ وسؤال ثاني، ذوات الأعذار يعني اللي بيكون عندها عذر بتتوضأ لكل صلاة، هل جائز إلها أنها تجمع بين الصلاتين؟ يعني المشقة كبيرة تتوضأ كل صلاة بهالبرد. شكرا. إن شاء الله. شكرا. إيه فضيلة الشيخ عمار، نعود إلى الصلاة بلا إقامة. إقامة الصلاة هي سنة وليست فرضا، فإذا صلى دون أن يقيم فصلاته صحيحة، والله تعالى. دخل معنا اتصال، ناخذ اتصال إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضل أخي. كيف حالك يا شيخ أبو صهيب؟ حياكم الله، الله بارك فيك. بارك الله فيكم يا شيخ عمار، هذا برنامج الدين الشيق هذا. الله يجزيك خير، بارك فيك. الله يجزيكم خير، والله إننا نستفيد ما شاء الله منكم. الله يبارك فيك، الحمد لله. شيخ الفاضل، بالنسبة زي ما حكيت شوي شيخ عمار، لو بعض الأئمة قاعدين بيطيلوا في الصلاة، يعني الصلاة مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهل هذا يعني شيء موجود في الدين الإسلامي إنه مسموح يطيل الصلاة؟ بعض الناس يا أخي الكريم يعني بيملوا وهم واقفين بالصلاة، مثلا اليوم تبدي يقرأ مثلا آية، بيقرأ 10-15 آية. اثنين، إنه مثلا أنا سمعت بعض الشيخ والله أعلم عاد، إنه مثلا لما يكون الله سمع الله لمن حمده قلت بصوت عالي ربنا لك الحمد، فهل هذا جائز
بعض الأئمة بيقولوا مش لازم خالص يعني. هاي السؤال. اسمع الجواب إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ عمار، الصلاة مع دخول الوقت مجرد ما سمع الأذان. متى أذن المؤذن الأذان هو إعلان وإعلان بدخول الوقت، فمتى دخل وقت الصلاة جازت الصلاة. فإذا أذن المؤذن وصلينا الصلاة فصلاتنا صحيحة، لكن يستحب للإنسان أن يردد مع المؤذن لينال أجر وثواب الترديد مع المؤذن. أما إذا صلى فصلاته صحيحة لأن الوقت قد دخل. بخصوص الجمع في البيت وخاصة للنساء، الجمع في البيت، السؤال على شقين. الجمع في البيت بشكل عام الراجح من أقوال العلماء أنه لا يجوز، لأن المشقة منتفية من في مع وجود الإنسان في بيته، لا يوجد عنده مطر ولا يوجد برد ولا غير ذلك. أما سألت عن صاحب الأعذار يجوز الجمع لها، يعني سواء كان رجل أو امرأة. أصحاب الأعذار كمن عنده مثلا سلس بول أو عنده أو امرأة عندها استحاضة مثلا، فهذه كلها أعذار تبيح الجمع بين الصلاتين. أصحاب الأعذار يجوز لهم الجمع ولو كانوا في البيت، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. الإطالة في الصلاة خاصة طبعا صلاة الجماعة والإمام، على الإمام أن يراعي حال الناس، لا يطيل كثيرا ولا يقصر كثيرا، أن يكون في حال الوسط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سيدنا معاذ فتان يا معاذ، قال فيكم الكبير وفيهم الصغير فيهم الضعيف وفيهم المريض وفيهم ذو الحاجة، وعلى الإمام أن يراعي ذلك كله. إضافة إلى أن الناس هناك يعني مش حافظ إيش من القرآن، يجوز حافظ كل الله أحد ولا كل عذر بالفلك ولا كل عذر بالناس. فإذا أطال الإمام بالقراءة السرية بالذات، فممكن الواحد المأموم عقله يروح يشت شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لأنه صاف مش عارف شو بده يقرأ. فالإمام عليه أن يراعي هذا الحال، ألا يطيل كثيرا وألا يقصر تكون كنكر الديك، ولكن أن يكون معتدلا ويراعي ظروف الناس عامة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، أحيانا المصلي المأموم يرفع صوته سواء كان في القراءة الصلاة السرية أو عندما يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يكون صوته موصل أرجاء المسجد، يسمع نفسه ولا يعني يكون يأذن في الصلاة، هو يسمع نفسه وكفى، ما فيش داعي أنه يسمع البلد ولا يسمع الجامع بصوته. هو يسمع نفسه عندما يذكر هذه الأذكار دون رفع للصوت عال لا يشوش على غيره، وإنما يسمع نفسه وكفى، والله تعالى أعلم. عند الجمع الحديث أو الكلام بين الصلاتين، ومن شروط الجمع بين الصلاتين الموالاة، والموالاة تعني المتابعة، يعني وراء بعض، صلى الظهر بعدها العصر، صلى العشاء بعدها المغرب، المغرب بعدها العشاء عفوا. فهذه الموالاة والمتابعة هي من شروط صحة الجمع. لكن لو كان فاصل قصير جدا، كان تكلم بكلمة خير أو نصح من بجانبه، فالكلام القليل والفاصل القصير لا يؤثر على صحة الجمع، وتبقى ويبقى الجمع صحيحا، وإن كان من شرطه كما ذكرت الموالاة بمعنى المتابعة. جزاك الله خيرا. في معنى اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك، تفضل يا أخي. بدأت أفضل الشيخ، والله سمحت لو يشرح متى قال هتيتا محمد أفتانا أنت يا معاذ. أي نعم. نعم. اسمع الجواب إن شاء الله. فضل الشيخ عمار بخصوص إطالة الصلاة ومتى قالها صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل. هو الموضوع يا أخي الكريم، علينا أن نعلم عندما النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فليس الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كأمثالنا في هذا الزمان. يعني صحيح أنه كانت الصلاة طويلة فقالوا فتانت يا معاذ حتى يقصر من الطويلة، لكن اليوم في زمننا أيضا ليسوا الناس بهذه الدرجة من الإيمان العالي
وبحيث يحتملون الصلاة الطويلة. فلذلك عندما نقول يراعي الإمام ظروف الناس، ما المقصود أنه يسلك الصلاة سلقا، ولا المقصود أيضا أن يقول قصة سيدنا معاذ قرأ من السور الطوال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتان أنت يا معاذ. هو كان يتحدث عن واقع بغض النظر عن طول القراءة وعن صبر المأمومين. واقع الحال في ذاك الوقت كان يحتمل، لكن اليوم احنا يعني من يصلي جزء أول مرة بيدخل الجامع، وفي ناس بجوز أقل نقرأ يقول بطل يصلي، وفي ناس أيضا يعني إذا أطال الإمام ما برجع على الجامع نهائيا بصير يصلي في الدار. فهذه المراعاة المقصود فيها، ما إحنا نمشي على مزاج الناس، إحنا نسير على أمسجة الناس، ولكن أيضا نراعي ظروف الناس، نراعي ظروف الناس فلا نطيل كثيرا. خير الأمور الوسط، أن يكون إنسان متوسط في صلاته إذا كان إماما، ما يقول إمام الله اقرأ لك آية مع السلامة، لا، يكون معتدل، أن يراعي. في هناك صلوات يطيل فيها كصلاة الفجر مثلا، معروف أن فيها إطالة، لكن عموم الناس هناك فيهم الضعيف وفيهم المريض وفيهم ذو الحاجة وفيهم يعني رقيق الدين. نسأل الله عز وجل يكون الكل على خير وبركة، لكن هذا هو الواقع. لذلك مراعاة الإمام لهذه الأحوال هو من الحكمة التي يتمتع به الأئمة، أنهم يراعون أحوال الناس ويحببون لهم الدين ولا ينفرونهم منه. وعلينا أن نعلم لسنا في مجتمع الصحابة ولا مجتمع التابعين، نحن في مجتمع فيه الخليط الكثير من والتفاوت الكبير في أمور الدين، فلا بد من مراعاة حال العامة عند لمن تقلد أمر العامة. من تقلد أمر الناس عليه أن يراعي أحوال الناس. الله تعالى جزاك الله خيرا. في معنى اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول أن لا يجوز للمرأة أن تصلي في قبة وهي تضع المكياج أو يعني شيء كهذا مثلا. أينا فضل الشيخ عمار، وضع المرأة المكياج في الصلاة إذا كانت يعني هي متمكجة وأجب إذا تصلي فصلاتها صحيحة، ما دامت تصلي في بيتها فهذا لا أثر له على صحة الصلاة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ عمار، بالنسبة للجمع أو ما يعرف خلينا نقول فينا كما في الرخصة والعزيمة، أيهما أفضل؟ أن يأتي الإنسان مثلا يبقى على العزيمة ويقول خير رخصة ما بديش أخذها؟ هي العزيمة شرع من ناحية أصول الفقه تعريفها، العزيمة ما شرع ابتداء، والذي شرع ابتداء أن الصلاة تصلى في وقتها، هذا تعريف العزيمة عند الأصوليين، العزيمة ما شرع ابتداء. الآن الرخصة هي الانتقال من ما شرع ابتداء إلى وضع آخر. في موضوع الرخصة والعزيمة قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية أخرى إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالله سبحانه وتعالى يحب للعبد أن يأتي بالرخصة كما يحب له أن يأتي بالعزيمة. عندما ذكر القصر قصر الصلاة قالت سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما روى الإمام مسلم في الصحيح صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن هي صدقة من الله على العباد، والعبد يتقبل صدقة ربه سبحانه وتعالى عليه. الآن أفضل، هناك من قال هذه أفضل وتلك أفضل، لكن على العموم الإتيان بالرخصة لا شك أن له فضل، لأن فيه اتباع لأمر الله عز وجل كالرخص التي وردت في القرآن الكريم، منها قصر الصلاة، وأيضا فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مشى عليها، فلو لم يكن لها فضل لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فعلها ليبين فضلها ومكانتها. فكما ذكرنا قبل قليل في الناس فيهم الضعيف فيهم ذو الحاجة، وهؤلاء يحتاجون إلى من يفعل ذلك أمامهم
لتطمئن قلوبهم إلى طاعتهم، أنهم قدموا الطاعة غير منقوصة فقد أتوا بالرخصة كما وردت، فتطمئن نفوسهم وقلوبهم لهذه الرخص، لأن الذي فعلها هو نبينا صلى الله عليه وسلم. في معنى أيضا اتصال. السلام عليكم. تفضل أخي. بعض الناس يمنعوا الفحل، فما حكم منع الفحل في هذا الشكل؟ جزاك الله خير. السؤال كان بعيد شوي. السؤال بيقول انه يعني عنده حلال غنم ودواب وتحتاج الى الفحل حتى يلقحها. لا يجوز منع الفحل من ان يلقح الدواب. اذا كان عنده انسان فحل من الخيل ولا من الغنم ولا من البقر ولا إلى آخره وطلبه، فعليه أن يعطيه ذلك لأن حتى يتكاثر النسل ويمتد النسل وتصبح هناك الذرية، والناس أصلا يسترزقون ويأكلون من هذه الأنعام التي يعني شكرا. ثم أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل اخي. شيخ لو سمحت بدنا نسأل بالنسبة لكسر الصلاة قبل شوي انا سمعتها. هسه يعني مثلا كنت على الأردن. بصح لي اني اكسر الصلاة وما دام انا يعني في الأردن مثلا، ما دام انا مقيم غاد ولا كيف يعني؟ اي نعم. يفضل شيخ معي بخصوص قصر الصلاة، المسافة مثلا المدة. بالنسبة لقصر الصلاة يا أخي الكريم، إذا سافرت القول الراجح من أقوال الفقهاء أنك تبقى تقصر ما تنوي الإقامة. يعني رحت على عمان معك تقصر قد ما تقعد، إلا إذا نويت تتخذ عمان إقامة إليك، يعني قاعدة شهر، قاعدة أسبوعين، قاعدة 3 أسابيع، قاعدة 6 شهور، ما لم تنوي الإقامة. هذا القول الراجح. فإذا نويت الإقامة توقف عن القصر، أما ما دمت غير ناوي للإقامة فالقول الراجح من أقوال الفقهاء أنك تستطيع أن تقصر الصلاة والله تعالى. ذكر في معنى أيضا اتصال قبل أن يدركنا الوقت إن شاء الله. السلام عليكم. السلام مرحبا شيخ. حياكم الله. تفضل. سؤال بالنسبة لحلم يأخذ وفقة قبل شهرين. السؤال أخذ وفقة قبل شهرين. فينا صاحب المسجد اللي بروح كل يوم الجمعة، وحكى لي انه حلمان اخوي انه صار ايده من القبر. في تفسير لهذا الشيء؟ فاتش خمار على الصوت برضو ايضا، ما هو حلم تفسير حلم؟ والله حاليا لا يحضرني تفسير. طيب قبل أن ندخل نغمر بخصوص احيانا من البرد الشديد ياتي الانسان مثلا يصلي وقد غطى. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياكم الله. بس يا شيخ هاي السبلة اللي هي تقولش الإنسان من اللي الصوت مش واضح. السؤال الثاني. السؤال الأول وضح لنا إياه. سبلة اللي هي والرسول. طيب اسمع جو. يقول الإنسان من اللي البنات الإنسان من اللي يعني من ال. أينام أينام. السؤال الثاني، ما هو أشد عقاب، سب الرسول عليه الصلاة والسلام وسب ذات الإلهية؟ فضيش عمار سب الذات الإلهية تطاولا. نعم، من سب الذات الإلهية فإنه يخرج من ملة الإسلام ويصبح كافرا مرتدا عن الدين ما لم يعد إلى الدين بالتلفظ بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وما لم وعليه أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل. إذا لم يفعل ذلك فهو كافر، وإذا مات يموت كافرا، فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإذا بقي على كفره حيا يفرق بينه وبين زوجته، تطلق منه وتفرق بسبب الردة، وأيضا لا يرث ولا يورث لأنه خارج من ملة الإسلام، وليس بعد الكفر ذنب، وعليه من فعل ذلك
أن يتراجع فورا عن كفره وعن خروجه عن الملة ليعود مرة أخرى من جديد إلى ملة الإسلام، كما ذكرت بالطلف بالنطق الشهادتين والدخول بالإسلام من جديد. والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. في معنا أيضا اتصال. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. في عندي فحل أرانب، حرام هنا حجاز؟ تفضل تفضل الشيخ أمه. فحل الأرانب لا تحجزوش. فضيلة الشيخ عمر، أحيانا البرد الشديد يأتي الإنسان مثلا إلى صلاته فيغطي وجهه أو أكثر من وجهه وخاصة الفم، ماذا هل يؤثر على الصلاة؟ هو يكره تغطية الفم في الصلاة. طيب الإنسان الذي يلبس الكفوف مثلا كفين من البرد الشديد هل تؤثر على الصلاة؟ لا لا تؤثر، يعني يجوز إذا كان لبس الكفين فلبس الكفين لا يؤثر على صحة الصلاة والله تعالى. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ عمار البدوي مفتي محافظة الكرم، ولكم كل الشكر والتقدير على هذه المشاركة، ولإخواننا في تلفزيون السلام بارك الله في جهدهم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.